النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يؤتى بالرجل، الرجل يعني أول المرأة، إنما فيوضع لها المنزلة في الجنة، يوضع لها المنزلة في الجنة، فيقول: يا ربي عملي لا يوصلني إلى هذا، فيقول الله له: بلغتها باستغفار ولدك الصالح لك. ولدك يعني ابنك وبنتك، وله بس ابنك، قد يكون استغفرك عيال عيالك أحفادك، فهمت؟ بلغتها باستغفار ولدك الصالح لك. يا إخواني، في بعض الناس الآن يستغفرون لوالديهم، يخصون لهم جزء من الاستغفار في الليل وفي النهار ومع الأوراد وفي السجود. لماذا؟ لأنهم يقولون: هذه صدقات نوصلها إلى أهلنا. كل واحد يا إخواني من الناس الآن عنده حسابين: حساب في بنوك الدنيا وحساب في بنوك الآخرة. رب العالمين سبحانه. بنوك الآخرة، أي شيء ترسله البنك ربي يسجل. أي شيء يسجل. ولذلك يا أخي سجل في حساب أبوك، في حساب أمك، حساب خالك، حساب خالك. أعجبني يوم من الأيام واحدة من الإخوان يقول: يا أخي أنا عندي خالات بدو ماتن ذيك الحين في البادية، وهني ذيك الحين الولادة موت، يعني ما من احتاجت قيصرية ماتت، ما عندهم قيصرية. يقول: والله يا أخي ماتن بولادة، وأمي يعني مهتمة فيهن وحججت عنهن، وأنا كل ما ذكرت يعني حالتهم كذا، يقول: والله أني ما عندي إلا أستغفر لهن الآن، وأستغفر لهم بأسمائنا. اللهم اغفر لخالتي منيرة، اللهم اغفر لخالتي نورة، اللهم اغفر لخالتي، هيا اللهم اغفر لها خاتنا ان شاء الله. يقول: انا ابدا استغفر لهن، واعلم ان استغفاري سيصل الى الله، والله تعالى بيضع في احسابهن. رب العالمين يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم.